الله وبركاته. النهارده جايبه محمد وقاسر واحمد، هسالهم كده شويه اسئله في الرياضه. نبدا بقى. قول لي يا احمد خمس لعبه من نادي الاهلي. محمد الشناوي، ايمن اشرف، المعلول، ياسر ابراهيم، محمد شريف. خلاص خلاص. يلا يا قاسر اذكر خمس لعبه من نادي الزمالك. ابو جبل وغوان وطارق حامد وبن شركي. اسمه بن شركي. يلا واحد انت عارفه. لسه محمد السيد فيه. ماشي خلاص. يلا يا محمد، في اي نادي يلعب رونالدو؟ مانشستر يونايتد. انت لسه تتكلم كده. يلا يا احمد، من هو الفريق الذي حصل على بطولة كأس أمم أفريقيا للأندية؟ للأندية. كأس العالم للأندية؟ كأس أمم أفريقيا. كأس أمم أفريقيا. دورة أبطال أفريقيا. دورة أبطال أفريقيا. في أي نادي يلعب ميسي؟ برشلونة. لا غلط غلط. ملكش دعوة. مالكش دعوة. لا باريس. خلاص محسوب. باريس. يلا يا محمد. باريس ايه؟ من هو المنتخب الذي حصل على كأس العالم 2018؟ منتخب مصر خد كأس العالم. ايه؟ فرنسا. ماشي. يلا يا احمد. ماشي انت لسه مش عارفاها. والله عارفه. يلا يا احمد. من هو هداف الدوري الانجليزي الان؟ محمد صلاح. الله اكبر. يلا يا ايس، من هو الفريق الذي حصل على دوري ابطال اوروبا؟ ليفربول. ايه غلط. ما لو قلت انت حر. مين اللي كان بيلعب مع الاهلي في مين اللي كان في كاس العالم للانديه؟ مين واللي خد اللي خده؟ لا اللي خد كاس العالم للانديه. ليفربول. لا خلاص هو كده مش عارف. خلاص. يلا يا محمد. تشيلسي. ماشي. ما تسقفوش. انت مين؟ انا عايز دور. انت من هو الفريق الذي حصل على كاس العالم للانديه هذه النسخه؟ ماشي. يلا يا يلا يا احمد شجعوني يا ولاد. من هو الفريق الذي حصل من هو الفريق الذي توج بالدوري المصري النسخه اللي فاتت؟ الاهلي. غلط. خلاص. لا خلاص عرفت. الزمالك. يلا يا اسم. قلت الزمالك. انت قلت الزمالك. من هو الفريق الذي حصل على الدوري الانجليزي الموسم الماضي؟ اما لا غلط. باريس. لا باريس. استنى استنى. ازاي باريس في الدوري الانجليزي؟ مين اللي مانشستر. مانشستر سيتي. الله. يلا بقى سؤال اخير للكل. من هو المنتخب ما حدش يقول من هو المنتخب الذي حصل على السنغال. ماشي. السنغال. مش فاهم بس لا تاني يقول. لا في استنوا. اسالي بقى من دماغك. استنوا. من هو الفريق الذي حصل على السوبر الافريقي؟ الاهلي. الاهلي. استنوا. من هو من اسال انا. اسال. من تير شتيجن حارس زي برشلونة. الله سقف. ازيكم يا اصحابي عاملين ايه؟ ما يا بره الفيديو. طلع الله. طلع الله. نيمار بيلعب فين؟ فريق الرويال. انا هسال سؤال. في اي نادي يلعب بيكيه؟ برشلونة. في اي نادي يلعب دي ماريا؟ باريس. ماشي. انا داخله صعبه ليا مالكيش دعوه. انا داخله في الفيلم. سؤال صعب كده. اي حاجه انا اصلا ماليش حاجه. بجيب من الاخر. كم عدد المباريات التي كم عدد المباريات التي لعب بها المنتخب المصري ضربات جزاء؟ استنى.
اهدوا كل واحد هيحسب في الدوري. كل واحد يحسب في افريقيا. كل واحد يحسب في الدوري. والكاميرون والسنغال. انا بقى يلا سؤال ايه ده؟ بتشوف حاجه هنا ولا كم فاز المنتخب المصري الماتش اللي فات؟ بس يا ادم بطل مين اللي جاب مين اللي جابه ده وخبطت في اليو سيس؟ محمد صلاح جابه وبعدين خبطت في ماشي. هو تريزيجيه لعبها لعمرو السلام عملها كده. مصطفى محمد لمسها براسه وبعد كده لف محمد صلاح لف وشاطها خبطت في مندي جت في العارضه ردت في اليو سيس. من الذي كان يعلق على مباراه؟ لكن كده تبقى الفيديو بتاعنا يعني